عليكم، معكم ليلى بودور كوتش وأخصائية السعادة وجودة الحياة، ومرحبا بي معكم في اليوم 24. الانسان كيخلي واحد الحاجز ما بينه وبين نفسه، كيلبس واحد القناع اللي ماشي هو، فاول حاجه يعني أي اول حاجه اللي كيلغيها هي انه ما كيكونش انسان واثق فاسو. يعني الانسان اللي كيكون لابس قناع ما كيكونش انسان حقيقي. فباش تكون انسان غير حقيقي ما يمكنش انك دير شي حاجه، لانك كتكون كتمثل على نفسك اولا قبل ما تمثل على الناس الاخرين. و فاش ما كنكونش حقيقي مع نفسي، اي رساله بغيت نقدمها ما كتوصلش للناس بواحد الشكل اللي فعلي، وما كتوصل لهمش لقلوبهم. لانه الانسان الحقيقي والانسان الطبيعي والانسان اللي كيكون كيف ما هو داير من الداخل، كيف ما كيتعامل مع الناس، كيوصل بسهوله. فلهذا دائما نكون واضح وحقيقي مع راسي، وما كاينلاش نلبسوا لي ماسك مع بعضياتنا باش نوصلوا لبعض الاهداف، لانه في الاخر الاقنعه كطيح. ف خلينا طبيعيين ونثقوا في راسنا، والوقت اللي نضيعوه باش اننا نلبسوا نفكروا كيفاش نلبسوا لي ماسك ولا كيفاش اننا نخدعوا الناس الاخرين، نستثمروا في انفسنا باش نقدموا نكونوا على احسن ما يرام ونكونوا مزيانين مع انفسنا.